اوكي، احنا لسه في الكورس بتاعنا Humanities X32 Project Management، وزي ما اتفقنا النهارده هنبقى بنتكلم اكتر على Project Planning. فيبقى في الاول Introduction، بعد كده Project Planning هيبقى على 2 Stages Planning 1 and 2. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اول Stage بس من ال Planning. طيب as an Introduction انا عايزه اتكلم Generally الاول يعني ايه Planning. ايه رأيكم يعني ايه Planning؟ اللي عايز يتكلم يفتح المايك على طول. يعني ايه Planning؟ البلانينج ان انا بخطط في ان انا بحط خطوات لان انا عايز اعمل حاجه، سواء ان انا ببتدي اعمل انالايزنج للمشاكل اللي ممكن تقابلني، او بعمل انالايزنج مثلا للماتيريال والكوست والتايم اللي ممكن انا احدده، بحيث ان انا يبقى عندي زي جايد لاين كده افضل ماشي عليه، يعني ابقى عارف ان انا واصل الجول بتاعي ولا لا، ماشي صح ولا غلط، بكسب ولا بخسر. حلو جدا. يعني ممكن نقول ان planning هو ان انا بعمل تخطيط، بخطط عايزة اطلع مخطط امشي عليه وانا بنفذ المشروع او انا بعمل الحاجة اللي انا بعملها. لو كنت بعمل planning ان انا اجي احضر محاضرة، فانا قبل ما انام هنشوف هنام امتى وهصحى امتى عشان الحق احضر المحاضرة، ولما اقوم هشوف انا هبقى مهيئة المكان اللي انا هقعد فيه، هبقى مجهزة الحاجة اللي هاخد فيها نوت، الكراسة أو الكشكول اللي هكتب فيه اللي هاخد فيه أي نوت للمحاضرة and so on. فبالتالي أنا كده إيه، هيأت نفسي، عملت خطة وهيأت نفسي وهيأت المكان وظبطت كل حاجة عشان لما أجي أنفذ إن أنا أحضر المحاضرة أبقى إيه، عندي الخطة اللي همشي عليها عشان أقدر أحضر المحاضرة، أو إن أنا رايحة كلية إن أنا أحضر سكشن، فأبتدي أشوف أنا هصحى إمتى وهاخد قد ايه وقت عشان اجهز وهنزل وهروح المواصلات ازاي، ايه نوع المواصلات اللي انا هركبها عشان اوصل الكلية، ولو ركبت المواصلة ديت هتاخد مني وقت قد ايه عشان توصلني الكلية، طب لو ركبت مواصلة تانية هتاخد وقت قد ايه عشان توصلني الكلية، وكونكلوجن هختار المواصلة اللي انا عايزاها، وبعد كده هوصل الكلية قبل المحاضرة او قبل السكشن وهقدر تو اتند السكشن او التيوتوريال بتاعي. وهو ده planning. We keep on doing planning all the time. فأنا planning طول الوقت، كل يوم، كل وقت، في كل دقيقة أنا دايما بعمل plan. بعمل plan حاجة حياتية زي إن أنا هاكل إيه النهاردة وأشتري الأكل اللي هاكله مثلا، أو لو كنت مثلا عايزة أعمل كيك أشتري إيه مكونات الكيك أشتري عشان أعمل كيك، أو إن أنا أحضر محاضرة، أو إن أنا عايزة أعمل مشروع صغير أو إنه construction project، أي نوع من أنواع المشاريع أو أي حاجة في الحياة أنا بعمل فيها planning، من حاجة normal life ل construction أو مدني زي شغلنا إحنا. طيب فده planning. We keep on doing planning كل يوم كل الوقت. ولو قعدتوا تفكروا هتلاقوا إن أنتوا النهاردة يعني أو إمبارح عملتوا كام mini project كده هو في حياتكم. يعني ايه planning؟ planning يعني انا عايزه ابقى prepared، عايزه احضر لحاجه انا عايزه اعملها، عايزه ابتدي احضر لها، عايزه اشوف ايه الهدف من الحاجه اللي انا عايزه اعملها وهعملها ازاي، وايه المعوقات اللي بتقابلني، وايه الريسورسز، ايه الموارد، ايه الحاجات اللي عندي، ايه الفاسيلتيز اللي عندي اللي تخليني تمكنني من ان انا اعمل الهدف بتاعي. فبالتالي من ده كله انا هقدر اعمل ايه، هعمل organization، هرتب ال steps بتاعتي، او هرتب انا هعمل ايه امتى فين ازاي، واستخدم كل امكانياتي عشان اوصل للهدف بتاعي. فهو ده simply what planning is. فممكن نقول ان planning in general عبارة عن ايه، ان عايزة اعمل road map، عايزة اعمل خطة كده هو عشان اوصل ل a certain destination. انا النهارده at point this point وعايزه اعمل خطه وامشي through كل ال path بتاعي وال road map بتاعي وكل المعوقات اللي هقابلها وكل الموارد وكل الامكانيات اللي عندي عشان اوصل لهدف معين. عشان اوصل له بقى هعمل ايه، هي دي الصعب، ان انا اشوف ازاي اقدر اوصل. زي مثلا لو انا عايزه
انزل اعمل شوبينج مثلا للبيت، هبتدي اشوف انا محتاجه اجيب ايه وايه 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 هجيب منين and so on. فانا بعمل خطه هجيب ايه فين. وممكن طبعا بلاننج يبقى على سكيل اعلى اكبر بكثير، زي مثلا في المطارات. في المطارات بنبقى عايزين نعمل بلاننج كل طياره هتوصل بالظبط امتى وتمشي، والديبارتشر بتاعها امتى، امتى هتقلع الطياره دي، عشان ما يحصلش ان يبقى ايه في كذا طياره بتوصل او بتعمل ديبارتشر في نفس الوقت. فبالتالي ده ايه بلاننج برضو لحركة الطيران في المطار. ممكن يبقى بلاننج لحاجة في الكونستراكشن، زي مثلا انا عايزة اعمل بلاننج للحفر بتاع قطعة ارض. انا عندي قطعة ارض عايزة اعمل عليها كومباوند مثلا، او عايزة اعمل عليها بلاش هاي رايز بيلدينج، عايزة اعمل اوتيل هيبقى مش عارفة كام دور، 60 دور 50 دور اي حاجة. فعايزة اعمل مثلا في اكسكافيشن، فعشان اعمل اكسكافيشن هعمل ايه؟ هبتدي اشوف انا عايزه اعمل اكسكافيشن لعمق قد ايه، اكسكافيشن يعني حفر، عايزه اعمل حفر لعمق قد ايه، فبالتالي ايه المعدات اللي انا محتاجاها. طب بفكر المعدات حضرتك يا دكتور بس بالغياب، بفكر حضرتك بالاتندنس بس يا الساعة جت 22. شكرا شكرا يا ميم. اه خلاص اوكي، فكنت بقول لكم انا بقى هبتدي اشوف المعدات اللي عندي. المعدات ديت لو انا استخدمت لودر وتراك، وهياخد قد ايه وقت عشان اعمل اكسكافيشن، والتراك دي هتاخد وقت قد ايه عشان تروح تعمل دامبنج وترمي السويل بتاعها وترجع تاني. فانا ايه بعمل مانجنج او بعمل بلاننج ليه، ازاي اقدر اعمل اكسكافيشن بالاكوبمنت المتاحة عندي وبالإمكانيات المتوفرة. بس هو ده كله ايه عبارة عن بلاننج. طيب زي ما قلنا البلاننج ممكن يبقى بلاننج للبروجكت، ممكن يبقى عندي اكتر من مشروع عايزة اعمل بلاننج لمشروع ايه هعمله امتى. ممكن ابقى عايزة اعمل بلاننج للموارد بتاعتي هستخدمها ازاي في المشروع او في كذا مشروع مع بعض. ممكن عايزة أعمل بلان لإيه الـ different tasks، إيه الحاجات المطلوبة مني. أنا عندي كذا مشروع شغال، المشروع ده فيه tasks معينة، ومشروع ده فيه tasks معينة، ومشروع ده فيه tasks معينة. فبالتالي بشوف كده المشاريع بتاعتي وإيه الحاجات اللي أنا محتاجة أعملها في كل مشروع، وبالتالي أعملها planning. أعمل planning هعمل كل task إزاي. ممكن أبقى عايزة أعمل بلان الأيام العطلات قد إيه، وإيه أيام العطلات عشان أشوف هل أنا مثلا محتاجة أشتغل أوفر تايم في أوقات معينة عشان أقدر أسلم المشروع في الميعاد بتاعه ولا لأ. ممكن أعمل بلاننج للسكيل يوسج، أنا محتاجة عمالة مدربة تشتغل في حاجة معينة، فالسكيلد ليبر ده هيجي إمتى ويمشي إمتى، وإيه اللود بتاع كل واحد وأم سو أون. فإيه أنا بعمل بلاننج pretty much إيه كل حاجة عامة in general في الحياة، وإن construction في بناء المشروع. واسنشلي طبعا انا محتاجه بلاننج قوي في كونستراكشن، سبيشلي بعد ما بقت structures بقت more detailed، structures بقت more advanced. بقى دلوقتي في challenges كبيره جدا في الكونستراكشن، لان المشاريع بقت كل مدى تبقى اكثر واكثر تعقيدا واكثر واكثر detailed. ومش بس عشان المشروع نفسه كتشطيبات ممكن يبقى كده، ممكن كمان في الكونستراكشن نفسه أثناء البناء يبقى عندي كمية من الريسورسز كبيرة، يبقى عندي عمالة كتير قوي من مثلا نجارين لحدادين، فأنواع عمالة كتيرة موجودة عندي، فورم ورك، عندي شدات، عندي ماشينز كتير. فالبروجكت سايت بتبقى ايه، بتبقى يعني فيها تاسكس كتيرة بتتعمل في نفس الوقت، والتاسكس ديت لازم ابقى عاملة لها بروبر بلاننج عشان اقدر اخلص المشروع في الوقت البلان ليه، الوقت المحدد ليه، والا اكيد اكيد هتبقى كومبليت مس ومش هقدر اخلص ابدا المشروع اون تايم. فيبقى بلاننج، that's why planning is very essential، ومهم جدا ان هو يبقى موجود في الحياة عامة وفي الـ construction in precise يعني.
عشان كده احنا لما نيجي هنتكلم على planning هتلاقونا ديت الميجر topics اللي هنتكلم عليها. هنتكلم على او عامة في المانجمنت هنتكلم على نفهم الاول يعني ايه مانجمنت، وده اللي احنا فهمناه في المحاضرتين اللي فاتوا. وبعد كده النهارده هنتكلم اكتر على planning بقى، وازاي اقدر اعمل امثل المشروع بتاعي، اعمل network presentation. وبعد كده هنتكلم على estimation و scheduling techniques و resources، ازاي استخدم الموارد بتاعتي وازاي to finance المشروع ونصرف على المشروع، وازاي اراقب المشروع واشوف ان المشروع ماشي on time ولا لا. فده pretty much basis، بعمل plan دي عشان تبقى base لكل ال topics بتاعتي اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده وهنتكلم فيها in detail. طيب عامة in general عشان اقدر اعمل plan لازم ابقى ايه، لازم ابقى عندي free thinking، لازم اعرف افكر out of the box، لازم اقعد ايه ادرس الموضوع وابتدي اشوف ايه الطرق الممكنه اللي انا اقدر بيها اعمل الهدف بتاعي من المشروع. ففري ثينكينج ممكن يبقى في ازاي اقدر تو هاندل المشروع بالطريقه ديت، او مشروع ممكن يبقى فيه مشروع عباره عن حاجه بالنسبه لنا زي مثلا البالم دي كانت حاجه بالنسبه لنا كانت يعني جديده وخياليه، فانا عايزه اخطط ازاي اعمل المشروع اللي هو كان فكره بالنسبه لنا مجنونه ان احنا نردم في الميه مثلا. فبالتالي ازاي بقى هعمل تخطيط ازاي هردم في الميه، وازاي هبتدي اعمل الكونستراكشن بتاع such a project. فعشان كده احنا محتاجين free thinking during planning عشان اقدر اجيب الطريقه المثلى اللي انفذ بيها حاجه زي كده. طيب وعشان اقدر اعمل planning لازم يبقى عندي قوة وارادة، ولازم يبقى في teamwork، لان في شخص واحد هيقدر يعمل a good plan لازم يبقى teamwork، ولازم all the team should cooperate، لازم كلهم يساعدوا بعض، كل واحد يبقى ماسك ال point او الحاجة اللي هو متخصص فيها وكلنا نشتغل مع بعض ونعمل cooperation مع بعض ونعمل integration عشان نوصل ل a good plan، وبعديها في الاخر ننفذ ال plan ديت وبكده هقدر اوصل للديستنيشن بتاعي او الهدف بتاعي او ايه هي الرود ماب بتاعي اللي هتوصلني للهدف اللي انا عايزه اوصل. فده in general what planning is. فاحنا بنعمل ايه، احنا بنبتدي نعمل brainstorming، بنبتدي نفكر احنا هنعمل ايه ازاي، ونستخدم الكابابيليتيز بتاعه التيم بتاعنا كلها عشان اوصل للهدف بتاعي. طب عشان اقدر اعمل planning بقعد اسال اسئله كتير قوي، بعد اقول انا عايز اعمل planning for what، لايه وامتى وازاي، عايزه اعمل المشروع ده انفذ المشروع ده ازاي، ومين هيبقى مسؤول عن ايه، والمشروع ده فين اساسا وهيتسلم امتى، and so on. I keep on asking myself a lot of questions، بقعد اسال نفسي اسئله كتير على المشروع بتاعي عشان افهم المشروع اكتر عشان اقدر اعمل planning ايه بطريقه اوضح. فمثلا لو انا عايزه اعمل بلان، انا بلعب جولف، عايزه اعمل بلان ان انا اوصل الكوره في الهول مثلا، ف what I do is هبتدي اشوف طب ازاي اوصلها للهول، فهبتدي اعدي بكذا عوائق، يعني في زي constraints او عوائق بعدي عليها، فابتدي اعمل بلان يبقى انا احذفها هنا تنزل هنا تنزل هنا انطقها، فعندي ايه تخيل انا هعمل ايه عشان اوصل للبلان الهدف بتاعي، وهو ده البلان ازاي هرمي الكرة عشان توصل للهدف. طيب عشان نتأكد ان انتوا صحيين معانا بقى، هنعمل دلوقتي جيم، جاست جيم، حاجة هبلة جدا بسيطة جدا. هقسمكم دلوقتي جروب، احنا عندنا ان كلاس دلوقتي عندنا كام حد، ان كلاس دلوقتي عندنا 8، الـ8 انا هقسمكم into 2 groups، group of 4 و group of 4. وهنعمل ايه، هيبقى عندنا كويك جيم هنلعبها سوا وهنجاوب على كام سؤال كده. الكويك جيم ديت المفروض انها تاخد منكو 10 دقايق، فهنحلها in 10 minutes ان شاء الله. والجروب الاولاني اللي هيجيب الحل هو اللي هياخد participation grade دلوقتي. فاحنا عندنا كذا تشالنج ان كلاس النهارده، فايه بليز تراي تو يعني ايه انجيج يعني في
challenges ديت. هو انتوا شايفين كده فين تقريبا؟ او زهره دي حسيت انها فجأة اتقفل. اوكي نجرب ما في اللي بيحصل. اوكي طيب وهي دي الجيم. الجيم هي عبارة عن ايه؟ انا عندي طيارة هتوصل مطار القاهرة جاية من دبي، والطيارة ديت فيها 5 families، 5 عائلات. العائلات دي هتمشي من المطار وكل واحدة هتركب تاكسي، وانا من الكاميرات بتاعة المطار قدرت، ومن داتا قدرت اجيبها من السكيورتي، قدرت اعرف كذا حاجة، مين اللي هيخرج، مين ال5 عائلات دولت، والعائلات دي هتروح فين، وهم العائلات عبارة عن راجل ومراته، وعايزين نعرف الراجل ده بيشتغل ايه، وهيروحوا على فين، المنطقة اللي هم رايحينها. وهديكوا set of information دلوقتي، عايزاكوا تبتدوا تعملوا planning ازاي هتقسموا بعض عشان تحلوا ال problem دي. فهديكوا set of information، والأسئلة اللي انتم محتاجين تجاوبوها هي who is the baker، مين البيكر، مين اللي بيشتغل اساسا في البيكينج، ايه الاسم التاني بتاع مصطفى، كل راجل ليه اسمين first name و last name، فايه الاسم التاني بتاع مصطفى، و who went to شبرا، مين من ال5 عائلات راح شبرا. فهم هي ديت الجيم بتاعتنا. فتاني ال kind of information اللي انتوا عندكم هي دي الانفورميشن، وانتوا هتقسموا الموضوع ازاي. انتوا عندكم زي ما قلنا 5 عائلات، عندي first name والسكند name بتاع الراجل، وعندي اسم مراته ايه، وعندي هو بيشتغل ايه، وعندي هما رايحين فين. طيب عندي first name second name والwife والprofession والdestination. فانا عايزاكم باستخدام الانفورميشن اللي قدامنا ديت تعملوا ايه؟ عايزاكم تقدروا تجاوبوا ال3 اسئلة دي. فلو ينفع تكتبوا الاسئلة دي دلوقتي، who is the baker، الاسم التاني بتاع مصطفى، ومين راح شبرا. هما دول ال3 اسئلة اللي عندنا، و ديت ال information. ف now انا هعمل ايه؟ انا هوقف recording دلوقتي.